وردت في موازنة 2020. بالتأكيد هناك لبس ولغط كبير حول هذه المادة. تحريت من خلال بعض الأصدقاء المتخصصين في الجانب المحاسبي، هذه اتضح أن هذه المادة تتحدث عن التخصيصات التي تتعلق بالجانب الاستثماري التي تدفع لأطراف أو شركات حكومية أو جهات اعتبارية حكومية. تسمعني أستاذ عدنان؟ نعم نعم أستاذ. نعم. هذه خلال فترة يعني الإنجاز بعض تتعلق بالجانب الاستثماري لإنجاز مشاريع وتطوير مشاريع وما إلى ذلك. خلال فترة السنة عندما لا يتم إنجاز هذه المشاريع يتم إبقاء هذه الأموال وعدم إعادتها للخزينة يعني خزينة الدولة بسبب عدم وجود حسابات ختامية نهائية في نهاية كل سنة. هذا أدى إلى تجمع الأموال لدى الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية. وزارة المالية تعمل على تحويلها إلى سلف، تحويلها بصيغة سلف أو تحت بند السلف. الآن يعني في هذه الفقرة يتم التعامل مع هذه المسألة على إطفاء هذه السلف الموجودة أساسا لدى هذه المؤسسات، لكن بالتأكيد يجب مراجعتها وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية. يعني لن تمر بسهولة هذه المسألة. أستاذ زياد.